سوف نكبر ونمشي. أريد أن ألبس أحذية أختي، وأنا أريد أن ألبس الفساتين. مرحبا. إنهم يقفون ويرتدون الأحذية. لا أريد، أريد أن أكبر. لماذا أنا جالسة هكذا؟ كيف حالكم؟ متى سنكبر ونصبح مثلكم؟ أعتقد أنكم سوف تكبرون وتصبحون مثلنا. هيا لنكمل. مع السلامة، لن تصبحوا مثلنا. انظروا إلى فوق، ما هذا الشيء؟ تعالوا انظروا، ما هذا الشيء الذي يحلق فوقنا؟ انظروا ما أكبرها، إنها LOL Surprise. أو لا لا بيبي سبرايز. Little sisters got bigger، أي أن الـ LOL Surprise Little sisters قد كبروا. ها هي واحدة من الـ LOL Surprise Little sisters بعد أن كبرت. عند النظر إلى الـ LOL هذه، نرى هنا صورة Little sisters، تعني أن الـ LOL التي سوف نحصل عليها اليوم هي نفسها التي على صورة الغلاف. أي عند شراء الـ LOL هذه، نستطيع أن نختار أي LOL Little Sisters نريد. فقط يوجد ثلاثة أنواع من هذه الـ LOL. أولاً هذه التي على صورة الغلاف، ويوجد للكيتي كوين هذا. هيا نفتحها ونستعرضها. الطبقة الأولى، ها هي، انظروا إنها الـ LOL Surprise. تأتي باللونين الأزرق والوردي. هيا لنرى، في حقيبة صغيرة على شكل صدفة. هيا لنخرجك. انظر ما أجملها. ها هو الكتيب الصغير لشرح اللعبة. انظروا كم هي جميلة، جميلة جدا، وترتدي البامبرز. إنها تشبه شخصية لدي، تشبه هذه بامبون. أو بيجر، أخت الصغيرة كبرت؟ نعم أختك الصغيرة كبرت. ترى ما أجملها، إنها أكبر من أخواتها. حسنا دعونا نرى ماذا وضعت في حقيبتها. هيا لنخرج جميع الأكياس. ها هي، يوجد أربعة أكياس. إنها تشبه الدولار. هنا 100 دولار. لنرى ماذا يوجد بداخل هذه الأكياس. ما هذا الشيء؟ إنه هاتف، إنه موبايل. كم أحببته، إنه باللونين الوردي والأزرق. بالنظر إليه جيدا، نرى أنه يوجد كسر في الشاشة. كلنا نعلم أن الصغار يكسرون الهواتف. إنه آبل. لنرى ماذا يوجد هنا. يوجد بعض التطبيقات، إنه الإيميل، وهنا التكست مساج، وهنا تطبيق للميوزيك، وهنا لطلب الديليفري. ما هذا الشيء؟ أعتقد أنه مكياج. كم هو جميل. لنرى أيضا هنا، نرى ماذا. انظروا ما أجمله، إنها نظارة جميلة. أتت بهذه لكي نثبت النظارة.
لنرى. أصبحت هكذا، هيا لترتدي. ما أجملها، كم أحببتك. أعتقد أنها سلسلة. إنها باسيفاير، إنها لحاية. لنرى ماذا يوجد هنا. أعتقد أنه كلوس، إنه مطر شفاء. لنرى، لنضع لك قليلا. هل أحببته؟ أيضا هذه لكي نضعها هنا. هيا هكذا. لنرى الكيس الأخير، لنرى ماذا يوجد. ما هذا الشيء الجميل؟ جميلة جدا، انظروا ما بداخلها، يوجد أشياء تلمع وبجلتر. حسنا، دعونا نرى. اسمها للبانبان، انظروا كم هي جميلة، لقد أحببتها كثيرا. نستطيع أن نضع بانبان هنا هكذا، ونحملها أينما ذهبنا. أتمنى أن تكون الحلقة قد أعجبتكم، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك. مع السلامة. هيا يا للبامبا، نريد الذهاب.